احيانا اللعيب برضو لما بيبقى مشغل دماغه كمان بيفرق ما معاه. هو اللعيبه المميزه كلها يعني انا اكتر لعيب ما كنتش بحب العب عليه مين؟ محمد بركات. بركات محمد بركات كمهاريا وكلعيب ما يعني مش ابو تريكه مش شيكابالا، لكن هو اخطر من اي حد في الدنيا. يسهيك لا هو انت اصلا مش اولا بيلعب السهل ما بيمسكش كوره في رجليه كتير، تلاقيه بيعمل عليك 1 2 مش عارف ايه، وبعدين في الملعب تلاقيه بيقعد يهزر معاك ويكلمك ويقول لك يقول لك بقى انت بتاخد كام يعني. مثلا بركات مثلا كنا نازلين مره في الماتش ولقيته بيبص لي كده ومبرق لي وبتاع، قلت له بس انا مش ههزر بقى، قال لي بص هنهزر وهنضحك وهشدك وهتضربني ما فيش الكلام ده. فهو كان من اللعيبه، وبعدين تلاقيه مثلا واقف في ملعب جنبك ده ماتش اهلي واسماعيلي والدنيا مشدوده بقى واسماعيليه بقى الكاميرا جت عليها بركات يعني الناس هتشتمني وبتاع، يقول لي سيبك انت بتاخد كام في السنه؟ اقول له يا عم كام في السنه ايه؟ طب ما تيجي عندنا ونديك وكلمك الناس ونزق، وبعدين تلاقيه هو بيكلمك راح واخد مثلا كوره وانطو في ظهرك. وهو كنت دايما يعني على طول كده في نقاش معاه في الماتش يعني. وبركات ملوش حل اصلا، دمه خفيف جدا. بركات دمه بركات في ماتش انا كنت في منتخب مصر ماتش زامبيا في تصفيات كاس عالم 2010 أي. انا اللعيب الوحيد الباك ليفت الفرقه يعني التشكيل احمد سمير فرج هيبدا ماتش زامبيا مفيش باك ليفت غيري ما جابش باك كابتن حسن ما جابش باك ليفت غيري، فضل ورايا في الملعب كابتن حسن ساعات يمشي كده يقول لي يا ابني انت بتجري ليه؟ ده انت الوحيد اللي هتبدا. اجي يقول لي حسن تتعور، ده انت الوحيد اللي هتلعب باك ليفت، مفيش، ده انت لو وحش كابتن حسن مش هيغيرك. فضل كده طول المعسكر. جينا في الماتش محمد بركات لعب باك ليفت ما لعبش خالص. لا والله والله العظيم في ماتش زامبيا تخيل. فمن اللعيبه بصراحه يعني هو بالنسبه لموضوع الذكاء ده ذكي جدا يعني. مين من اللعيبه تاني اللي انت ما كنتش تحب تلعب عليها؟ عمر جمال، بس عمر كان بيلعب عليا كان بيلعب معايا، فمن اللعيبه اللي مهاري برضو حريف برضو لا في لعيبه كتيره مميزه ما بحبش العب عليها، بس هو بركات اخطر لعيب تلعب عليه لان هو بيتمسكش بيتمسكش يعني عارف انت لعيب فعلا لا يكون بيزود الكوره عاوز يرقص بيمشي بالكوره كتير فتلاقي ان انت تعرف تلعب عليه، لكن هو اصلا بركات ليه بيباصي ويجري الكوره الناحيه الثانيه راح واخد في ظهرك في المساحه، فمن اللعيبه اللي ما كنتش بحب العب عليها يعني بصراحه. مين ده الماتش ده اول ماتش ليه اول لما راح ده ماتش 6-0 في اسماعيليه جاب 3 اجوان، بس انا يعني ما كنتش موجود ساعتها في الفتره دي يعني. كنتش موجود في الماتش ده طيب. بصراحه الجيل ده في النادي الاهلي برضو كان رهيب. لا مش كلمه رهيب دي كلمه يعني قليله عليهم، ده ما فيش مركز ما شاء الله بالاحتياطي مش مميز فيه. متعب وفلافيو وتريكا وبركات وجيلبرتو وفلافيو وحسام عاشور وحسام ماتشات مصطفى. الاهلي ماتشات الاهلي والاسماعيلي دايما كانت بتبقى ماتشات حلوه وممتعه هو بص اقول لك على حاجه يعني مش عشان بس الكلام ما يتفهمش غلط مش انا السبب يعني الفتره اللي انا لعبتها في الاسماعيلي من 2007 تحديدا و2006 لحد 2010 2011 كانت مباراه القمه هي الاهلي والاسماعيلي طبعا نادي الزمالك اكبر من نادي الاسماعيلي، لكن الزمالك في الفتره دي كان مستواه الفني مش عالي وبالتالي كانت مباراه تحس ان مباراه الاسماعيلي اصعب على النادي الاهلي من مباراه الزمالك بدليل ان احنا كسبناهم كتير وكسبونا كتير كان الزمالك يعني كسبوهم مره ولا حاجه لا احنا كسبناهم 4-5 مرات في الفتره مقابلاتكم دي. مع النادي الاهلي كانت مقابلات ليها احنا كسبنا النادي الاهلي مره في القاهره وكسبناه 4 في افريقيا وكسبناه 3 في الدوري وكسبناه 3 في لما رجع من اليابان بتتكلم في 4-5 سنين يعني كل سنه كنا النادي الاهلي برده كسبنا في السوبر وكسبنا في نهائي الدوري وسنه الدوري برده كسبنا في ملعبنا بس تحس ان المباراه 50 50 بالظبط يعني.